قطعة هندسية معمارية ذات تصميم عالمي، سيكون الميناء معلما تجاريا وحضاريا والمنطقة الأكثر ترحيبا لكافة سكان العالم. في الطرف الجنوبي من بوبيان، منطقة سكنية مثالية بخدمات متكاملة من المستشفيات والمدارس والحدائق والملاعب، وتحظى أيضا بإطلالة رائعة على الشاطئ. وهذا كله يعمل ضمن شبكة خدمات النقل العام ليصل كافة أطراف الجزيرة ببعضها البعض بسهولة وراحة تامة. بوبيان مركز لشبكة السكك الحديدية الحديثة الذي يعمل وفق نظام بيئي ذو كفاءة ليس له مثيل. موطن جديد للاستثمار المتصل بالمناطق الأخرى لبوبيان، بورصة دولية في قلب المدينة التجارية، بيئة من الاستثمار بصورة تضاهي نظيرها من أسواق التداولات العالمية. بوبيان مركز الأحداث التي تستضيف المنطقة الثقافية التي تجمع المسجد الكبير وأشهر المتاحف والمسارح العالمية المطلة على شريط ساحلي جاذب للمقيمين والسواح على حد سواء. على مشارف المدينة من الجهة الغربية من بوبيان، مدن رياضية بمساحة ضخمة مهيئة لاستضافة وإقامة مختلف البطولات الدولية.